فصل موظفة من بنك بسبب جمالها الجذاب، وللتعليق على الخبر رحبوا معانا بالموظفة المفصولة أنسة ليلى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بسم الله ما شاء الله، ده أنت فعلا قمر ما شاء الله. متشكرة. آسف لو كنت زعلتك، يعني لو أنا يعني بس ببدي إعجابي بحضرتك يعني. جمالي؟ جمالي اللي عاجب حضرتك ده هو سر تعاستي. نعم، سبب تعاستك إزاي؟ الست في مجتمعنا يا أستاذ، مش أستاذ شادي برضو؟ لا خالد، أنا أحلى منك. الست في مجتمعنا يا أستاذ خالد طالما حلوة تبقى على طول الناس فاكراها شلق، غبية، دمها تقيل، لازم مشكلة في الموضوع، لكن مستحيل يقولوا إن هي اللي نجحت بتعبها وبمجهودها، ودايماً بيقولوا إن المدير بيجاملها. يرضيك كده يا أستاذ خالد؟ بجد بجد أنتِ معاكي حق بجد. ليه يا جماعة بقينا سطحيين كده؟ ليه بقينا بنحكم على الناس من شكلهم؟ تخيل حضرتك يرفضوني من شغلي رغم كفاءتي المشهودة عليها؟ اخص عليهم، اخص اخص. وبعدين دي غلطة صغيرة، يعني إيه كل اللي ضاع 300,000 دولار؟ يعني إيه الأوفر ده ويرفضوني وبتاع؟ إيه ده؟ معاكي حق. 300,000 دولار إزاي يا أستاذ؟ إيه المشكلة؟ أنا بكام ضيع 1,000,000 دولار ما عملوش كل ده؟ أوفر بجد؟ حاجة بسيطة، حاجة. طب المدير عامل معاكي إيه طيب؟ زود لي المرتب. نعم. انت شايفه انه بيعاملك معامله خاصه شويه عشان انت جميله؟ بيعاملني اوحش معامله حضرتك، يعني تخيل كل شويه يقف جنب المكتب ويقعد يهز لحد ما كل الفايلات والورق يقع. طبعا مين اللي بيوطي؟ انت طبعا. لا الساعي، المدير بقت ميوله غريبه قوي اخر فتره، يعني مش عارفه الساعي بيعمل ايه تحت بالساعي. مش فاهمه إيه. طيب بس يعني استاذه ليلى انت جميله قوي وعندك عيوب، اكيد عندك عيوب، ايه عيوبك؟ سهله في متناول الجميع، يعني حضرتك عارف المثل بتاع شوقي ولا تدوقي؟ انا جيت اشوق دوقت. نعم نعم. لا انت فهمتني غلط، انا بتكلم على الكروت، يعني بقفل الناس كلها على كل الكروت. طيب وايه الضمانات؟ طيب ضمانات؟ انت فكرك الناس دي كلها مش هترجع لي تاني؟ بقول لك سهله، ايزي ايزي. ايزي ايزي. طب المدير كان ردت فعله اكيد كان قوي المره دي عشان يفصلك. ما غيرليش عربيتي مدير السنه دي. كمان جاب لك عربيه؟ ايوه. مش كل المدير بيجيب الموظفين بتوعه عربيات؟ ايه ده؟ ما حصلش. انت شكلك بقى من الشباب اللي ما بيشتغلوش وفي ناس بتصرف عليهم. ها تعرف ايه انت عننا؟ احنا الطبقه الكادحه. طب اترفدتي ليه يا كادحه؟ المدير اتغير وبقت مديره. اكيد طبعا، شافت الحقيقه، شافت. وبقول لك ايه، انا حاسس ان انت مش جميله اصلا. انا كنت مهبول عليكي في الاول بس انت مش جميله اصلا. بجد؟ يبقى انت المختار. اخيرا قابلت واحد يحبني علشان ذكائي وقدراتي العقليه مش عشان جمالي. قدراتك العقليه اللي هي صفر يعني حضرتك. ها؟ طب يعني انت عارف ان ده حصل معايا قبل كده 3 مرات؟ يا 3 مرات؟ انت مش كنت شغاله في بنك؟ انت متاكده؟ خمسه وخميس عليا. طيب انا مش معجب بيكي الصراحه خالص. لا بجد كفايه بقى، انا اتوترت قوي بجد. ليه اتوترتي ليه؟ انت بتعملي ايه؟ السجاير ممنوعه يا استاذه. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه هش هش خلاص. ايه يا شادي ما تشوفي يا عم الولايه دي؟ بص يا الصراحه انا بقول من حلاوتها كده هي تيجي تقدم بدلك يا خالد. موافقه. نعم. طب اتفضلي يلا اتقبلها. اهلا اهلا اتفضلي. ممكن تولع عليه؟ لا لا ممنوع التدخين بس كملي. وكانت هذه فقرة النشرة أخبار هذه. كان معكم شادي ألفونس وأنا ليلى جميل @hotmail.com. كان اليوم بالأنباء، أصبح على خير. وخالد منصور هيك مبروك.